الحكم الجزائية يتضمن المشروع تجريم مختلف أشكال التزوير واستعمال المزور والعقوبات المقررة لها، إلى جانب القواعد الإجرائية المطبقة عليها والمتمثلة أساساً في أولاً اختصاص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع التي ترتكب داخل الوطن وتلك التي ترتكب خارج الإقليم الوطني إضراراً بالجزائر ومؤسساتها ومواطنيها، النص على أن تحرك النيابة العامة الدعوة العمية بصفة تلقائية، النص على تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفاً مدنياً في الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع عندما تلحق الجريمة ضرراً بالخزينة العمومية، تحديد الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع، أعوان الضبطية القضائية، إمكانية اللجوء إلى التفتيش الإلكتروني وأساليب التحرير الخاصة المنصوص عليها في التشريع السري المفعول من أجل معاينته وجمع الأدلة المتعلقة بها، خاصة إذا كانت الجريمة المرتكبة من طرف الجماعات الإجرامية المنظمة والشبكات الإجرامية الخطيرة، لا سيما فيما يتعلق بتزوير وثائق المركبات أو وثائق الحصول على التأشيرات ووثائق السفر وشهادات الإقامة. توضيح مسألة التقادم في جرائم التزوير وكيفية احتسابه، مرة من تاريخ اكتشاف التزوير ومرة من تاريخ استعمال الوثيقة المزورة لتفادي إفلات المجرمين من العقاب. اللجوء إلى الخبرة العلمية لإثبات جرائم التزوير والاستثناءات الواردة على هذه القاعدة، يعني كل هذه الإجراءات موجودة في القانون. حجز الوثائق المزورة وتوضيح بعض الإشكالات المطروحة ميدانيا في هذا المجال والمعبر عنها من طرف الجهات القضائية. النص على بطلان الوثائق والمحررات المزورة بقوة القانون وما يترتب عليها وعنها من حقوق وآثار. النص على إتلاف الوثائق والمحررات والشهادات والنقود والأختام والدمغات والطوابع والعلامات محل التزوير بأمر من الجهات القضائية. النص على إمكانية اللجوء إلى التعاون القضائي الدولي في إطار التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكشف مرتكبيها، وذلك مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل.